اولدي شنو نقول لك، التيران شكون تيمشيو ليه؟ تيمشيو ليه ولاد اللي ما عندهمش، تيخبط من عندهم الفلوس، ما عندهمش الفلوس وكيمشي. علاش الدراري ما يقراوش ويوعاو؟ علاش الدراري ما يعرفوش الموضوع ديال الكره؟ يعرفوا بعدا يعرفوا اشنو كيخصو يدير في وسط الملعب عاد يمشي ليه. واش الدراري مساكن مكرفسين ما حنا خصهم عارفين يلعبوا؟ علاش؟ حيت ما عندهم ما يدار. راه الاغلبيه تضلوا شادين صدادر لولادهم لوالديهم، راه خصهم يديروا حل للشباب ويعلموه كيفاش يمشي للتيران وكيفاش يجلس وكيفاش يتفرج وكيفاش. والدري راه ما واعيش ما قاريش، ما كاينش القرايه في البلاد، راه ما كاينش القرايه. ولدي اسمح لي، شفتهم ولكن داكشي درنا في قلبنا ولكن ما عندنا ما نديرو. هادشي كله كيرجع للاميه، هادشي كامل تيرجع للاميه في المغرب. الاميه بزاف كاينه، واخا كيبان لك الولد طويل ولا قصير ولا، راه امي بنادم راه ما قاريش. انا كنقول لك يرجعوا يصلحوا التعليم ويصلحوا وليداتنا ويقريوهم ويكونوهم وشوفوا واش غادي يديروا. داك الشغب ما غايديروش. تخلي ولادك يمشيو للتيران؟ انا ما يمشيوش ولادي للتيران، ما نكذبش عليك. التيران شكون تيمشي ليه اصلا؟ معروفين اللي كيمشيو للتيران، ما يمشيوش ولادي للتيران. وسمح لي يا ولدي، بالنسبه للشغب، الشغب اخويا دارت واحد الفئه قليله، فئه اللي تقدر نعطيها نسبيا بواحد 1% ولا 2%. دونك داكشي تنقول انا كعسكري داكشي ما تيمتشنيش، داكشي حنا تنتبراو منه. والله يهدي الشباب، والله يهدي الدراري الصغار. ولا لا شتي راه غتلقى بان النسبه اللي تشدات عندك واحد 80% كلهم قاصرين، يعني ما عندهم عقل ما عندهم والو. تنقول الله يهدي الشباب. لا الحمد لله ما كنتش حاضر، ولكن الصديق ديالي كان حاضر. وكي تنقول لك العساكر الحقيقيين خرجوا في الدقيقه 90، هذوك ما تعتبرهمش عساكر. والحمد لله على كل حال. تماما داكشي اللي تنقول لك، يقدر داكشي اللي ما تيقدرش يديرو في الزنقه تيتخبى في كاكول وتيديرو وسط التيران تيضرب صاحبه. يعني هذه ماشي اول مره نشوفها من الجمهور، من البعض ديال الجماعات العسكريه اللي تيسميو راسهم عساكر. داكشي تنقول لهم الله يهديكم وراكم خرجتوا على الفرقه. بعدا هذاك الاعتداء على الصحفيه، داكشي راه تقدر تشوفو حتى في الزنقه ديال الكريساج ديال الشفره، هذيك نحيدوها ابار. عندي واحد النقطة اللي بغيت نهضر عليها، هي بالنسبة للجماهير الفاسية. الجماهير الفاسية حنا عارفين بأن دارت واحد النسبة من الشغاب، يعني ديك العقوبات اللي تعطات للجمهور ولا الفريق العسكري خاصها تفرق. تتبان لي كاين واحد الحيازية وكاين واحد الظلم بالنسبة للجمهور اللي في الفريق. ما تندافعش عليهم بتاتا، ولكن تندافع علاش هذاك. كنقول لك علاش العقوبة ما تقسماتش كيف خاطر تقسم. راه داكشي اللي بغيت نقول لك، راه داكشي هو اللي دابا قلت لك. ما بلنا ظالمين بزاف، هما حتى هما راه ظالمين. راه ما يمكنش واحد الفرقة، واحد الجمهور ديال الفرقة غيستفزك، راه غتسنى منه. ما تندافعش عليهم بتاتا، ولكن شنقول اللي كاين. الجماعة العسكرية شنقول الله يرحم، إن شاء الله غنرجعوا مزيان وشكرا. المشكلة هما الدراري صراحة، هي دو الدراري ودر الشغاب. هذا بالمشكله دابا يمنعوا علينا التيران، يحيدوا التيران، ما نبقاوش كاع نمشيو للماتشات، ما نبقاوش كاع نتفرجوا حنا في هاد الماتشات. حشومه الدراري، الله تحشومه عليك. وا كنقول لهم الله يهديكم وصافي وحق الله. كنبغيو كنديو وليداتنا يبغيو يمشيو يتفرجوا في التيرانات. شحال من واحد دابا الضراب، شحال من واحد دابا تعتاق. الحشومه عليكم، الله تحشومه عليكم الدراري. هادشي اللي كنقول لكم، الله يهديكم وصافي. هادشي اللي نقول. تفرجت في هذوك الفيديوهات وانا لم بقى فيا الحال والله. ونطلبكم الله يهديكم وصافي الدراري. لا ما تعطينيش خاطري كاع، والله ما تعطيني خاطري الدراري. ونشكركم الدراري ويكون خير ان شاء الله. ما بغيتهمش كاع يديروا بحال هكاك. الدراري كانوا واكلين ها ولا مخلطين ها. ونقول لهم الله يهديكم وصافي. نمشيو دابا لشي بلاصه اخرى بحال هكا يديروا لنا حنا. انا مشي لدابا شي تيره انا بحال هكا يديروا لنا. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.